كبار، شو يعني لو قالوا صغار؟ نط السور نسرق سبل، وزي الظل يرافقنا الأمل، زي الظل يرافقنا الأمل. المدرسة في طلاب من الأردن، من القرى المختلفة هون، من مش كلهم مسيحية بطبيعي، أكثر من نصهم كانوا مسلمين، بس إحنا ما كنا نحس. يعني لغاية اليوم أنا بكتشف إنه صاحبي الفلاني جوز ابنه، بعرف إنه مسلم. يعني أنا ولا مرة كانت هاي شغلة إنه تخطر في بال أي واحد فينا. صداقة مبنية على العلاقات الشخصية من دون أي خلفيات أخرى، وهي برضو أثرت فيي أنا كيف نظرتي للحياة ونظرتي للشعب الفلسطيني ككل. يعني ما عندي تمييز من مرة. يعني كان إحنا هدفنا الأطفال إجمالا هدفهم إنهم يغلبوا المدرس بالصف، يصيروا يسووا فوضى، يضربوا طباشير على اللوحة، يطلعوا أصوات، وننبسط على ردة فعل الأستاذ. يعني هاي بتذكر يعني كثير كنت أنا شاطر فيها بالذات. يعني فكان حتى الأساتذة يعني كانوا يحبونا، مع أننا كنا نغلبهم، بس صار نوع من الصداقة الغريبة نوعا ما. يعني بتذكر في أستاذ بيجالة حتى قبل ما يتوفى بشوي، كان دائما لما نلتقي يمسكني يعبطني وشو. أنا كنت أكسل واحد كان علمنا رياضيات من مرة، بس لسه بتذكرني وبحبني. كنا للفوضى اللي كنا نعملها بالصف. كان في بالمدرسة الداخلي كان أستاذ ألماني مسؤول عنها. هذا الأستاذ الألماني كان فنان، وكان بحاول إنه يلهي الطلاب بعد الدراسة. يعني بده في فترة طويلة بقعدوا فيها، فأحسن ما يدقوا في بعض ويصير في مشاكل. وإيش صار؟ عمل نادي قراءة، نادي رسم، نادي موسيقى، نادي نجارة، يعني عدة نوادي أكيد، وأجبر كل طالب إنه ينتمي لأقل إشي لنادي واحد من النوادي هذه. أنا انتميت لنادي الرسم بالطبع، و بعدين رحت شوي على الموسيقى ما زبطت معي، رحت على القراءة نادي المطالعة يعني، وكملت في نادي المطالعة ونادي الرسم. نادي الرسم وبصفته أنه كان فنان وعنده أخوه فنان مشهور برضه بألمانيا، كان مرات يجي يزور، صار يهتم فيه وحس أنه في عندي موهبة معينة، فكان يأمن لي ألوان ويأمن لي الوقت والورق وكل المواد اللي بحتاجها أنا. يعني النادي كان فيه 5-6 طلاب بس، يعني ما كانوش كتير الطلاب يجوا عليه، بس كان فيه منافسة قوية بين 5-6 طلاب، وأنا كنت دائما أحسن واحد. يعني بنت عندي هذه المنافسة والأستاذ وتدريب يعني كان يشير علينا وكذا، نوع من الثقة بالنفس بأمور الفن يعني. وكمان صارت كل المدرسة تعتبرني أنا فنان المدرسة، وكان الأساتذة مرات إذا بدهم وسيلة توضيحية خارطة أو بصريش على العيد إشي للنظافة إشي لهذا ينادوني، وأنا أصير أعمل لهم الأمور هاي فنان المدرسة. بعدين صرت فنان القرية. Yeah.
بالقسم الداخلي هذا في المدرسة الداخلية، ومن خلال الأستاذ الألماني أثر في حياتي كثير على فكرة. هذا كان يخدنا رحلات، رحلات إما مشي في منطقة بيت جالة والتعامرة وجبل هيرودوس غير بسموه البراري يعني، أو يخدنا رحلات طويلة نخيم عند البحر الميت، ومرة في حمامات معين جهة الأردن يعني، وريحة عين في عين بريحة نخيم غاد وشي لمدة أسبوع نقعد يعني بالخيام، وإحنا نعمل أكلنا وكذا. ومن خلال الرحلات هذه صار الواحد برضو يشير علينا مثلا بالطبيعة، إنه في هون أحجار شكلها بيختلف، نصير نلملم إشي من الأشياء المتحجرات مثلا. وكان عندي أنا هيك كياس يعني معبى هيك من أحجار غريبة أو إشي، هو دلني مثلا على أمور معينة، والورد وكيف نحطه بالكتب ونحافظ عليه ننشفه يعني. فهي كل هاي الأمور لفتت نظري للطبيعة ولجمال الطبيعة، وبتصور كمان أكيد يعني أثرت في توجهي في المستقبل يعني للفن ولحب الطبيعة وللبيئة الفلسطينية بالذات يعني. بالبيت مثلا لما كنت طفل بجوز عمري 7-8 سنين كنت أحب أضل أرسم، وإيش اللي أرسمه يعني الأشياء الرومانسية لآخر درجة، شجر ومية وبطة وألوان حلوة هيك أحمر على أصفر على بتذكر كنت أقضي وقت طويل وأنا أشتغل على لوحة قد هيك بالألوان المائية، وتطلع كتير حلوة والناس يبدو إعجابهم فيها يعني هيك كان أنا ميلي يعني. ما بعرف في المدرسة برضو صرت أرسم كرتات معادية يعني، كان عمري بجوز 10-12 سنة. هلأ بدي مصاري، أنا بدي أعيش، وأمي محلتها بالويل يعني 6 أفواه يعني. فصرت أعمل كرتات معايدي يعني بصفتها بيت لحم، والقدسي منطقة سياحية. فمرة عملت كرتي كده فرجيت لواحد صاحب مكتبة بالقدس اسمه السرهد، مكتبة السرهد بشارع صلاح الدين، انبسط عليه كتير وقال لي اعمل لي كتير زيهم. اتفقت أنا وياه على سعر معين، ورحت على المدرسة جبت أصحابي كلهم من نادي الفن هذا وغيرهم يشفوه على هذا، يعني مصنع يعني صار يشفوا، بعدين انا الون، وبعدين نودي له الكرتات. صرت اطلع مصروف كثير منيح، حتى كنت ادين اخوتي وهذا. 62 المعلم الالماني قال لي انه في مسابقه للامم المتحده اسمها اطفال العالم، يعني انه بحبوا السلام او شيء من النوع، وهي مسابقة لكل أطفال العالم قال لي شارك فيها. قلت له طيب يعني، جاب لي الألوان والورق وكل إشي وقعدني، وحتى في حصص حكى للأساتذة يسيبوه لحاله. هذا عملت لوحة بالألوان المائية والقواش ووداها هو معرفته يعني، وبعدين أجا قال لي أنت كسبت المسابقة بالعالم أطفال العالم، وعملوا كتالوج صغير وحطوه على الغلاف، وصورتي أنا جوا هيك طفل يعني، موجود عندي لسه الكتالوج هذا. ودوا لي قيمة الجائزة كان حوالي 200 دولار. هلا 200 دولار سنة 62 بوضعنا إحنا كان ثروة عظيمة يعني، وإحساسي بالعظمة أكيد يعني، إنه يعني بداية المراهقة وتكسب جائزة من هالنوع وعالمية، والأساتذة كلهم
مفتخرين فيه، والطلاب ينظروا لي كمان هيك، فهيك يعني كان حادثة بتصور أثرت كمان كثير في حياتي. كنت أرسم بس مش ناس ميتين وللمصاري يعني وإشي بعمله، كنت أحب جمال عبد الناصر كتير، وكان بالأردن زمان، الأردن بالفترة هذيك كانوا علاقات سيئة جدا مع مصر، فممنوع أنت تحملي صورة عبد الناصر، ممنوع تسمعي صوت العرب، صوت القاهرة يعني، واي واحد بيبدو عليه انه هو ميال عبد الناصر القوميه العربيه وش من النوع يعني، كانوا يضطهدوه نوعا ما، اما بالسجن او بالتحقيق او اللي هو. فانا كنت راسم بالصيف، كان عندي مجله فيها صور كثير لعبد الناصر، تاميم القناه وما تاميم القناه، صور هيك متكرره، فنقيت صوره منهم رسمتها تقريبا هيك بحجم صغير وحطيتها جوا الكتاب. واحنا رايحين في الباص راجعين على المدرسة في بيت جالة، من بير زيت للقدس لبيت جالة، دخلوا يفتشوا، مش شرطة، هم أكثر بدو هيك يفتشوا بالباص، وصاروا يقلبوا الكتب وإيش، مسكوا كتاب يقلبوا لصورة عبد الناصر تعال معنا، نزلوني من الباص والبص راح معيش، انا جار الطريق ما انا حطيته بالهذا، واخذوني على الاشله وحطوني بالسجن، يعني كان عمري بجوز 14 15 سنه، ما حدش حكى معي بس خلوني بالسجن، ده توقيف مش سجن يعني. بعدين بعد شوي ولا نداني، يعني قعدت تقريبا 5 6 ساعات، نداني مدير المركز هذا كان اسمه سعادة جلاد، بقول لي انت ابوك انيس منصور هو ابوك؟ قلت له اه. قال لي يا زلمة هذا كان اعز اصحاب، احنا كنت اشتغل انا وياه بالشرطة زمان الانجليز، ابوه اشتغل برضه بالليك شيء، وحكى لي شوي عنه، بعدين قال لي اسمع انت هلا شفت وجهك بس اوعى تفرجيني وجهك انا يعني تاني مره، هلا اروح وبديش اشوفك تاني مره، ونفذت منها يعني، ولا كثير ناس كان ممكن يقعدوا فتره طويله. حالة الفقر اللي كنا عايشينها، مع انه كلها ميزات يعني ولها جمالها يعني، يعني مثلا مرات نقعد ناكل اشياء من نباتات بالطبيعة بس نعبي معدة، بيكتشف الواحد النباتات وهذه مرة وهي زاكي وهي كذا، فهي كلها من ضمن اكتشاف الطبيعة ومن ضمن حب الطبيعة كمان.
قصتي مع التدخين يعني شوي مش غريبة يعني، بس فيها طرافي معينة نوعا ما. انه بسنة 63 كنه اختي اللي اكبر مني خطبت، فكنه كان في نوع من الطقوس وقت الخطبة انهم يجيبوا دخان كتير ويصيروا يضيفوا الناس، فاحنا جبنا دخان كتير. بتذكر صينية كبيرة كانت بالأوضة كلها دخان من أنواع مختلفة. هلا خلصت الخطبة وخلص العروس وتموا باكيتات الدخان مكومات مكومات بالبيت، فأنا صرت أسحب سيجارة سيجارة من هون، أول شيء أدخن بالسر، بعدين صرت أدخن بطريقة علنية. يعني من هذاك الوقت وأنا بدخن لغاية اليوم. كنت عدة مرات حاولت أترك الدخان يعني ما زبط. نسوي علاقات طبع عذرية يعني، رسالة من هون، وردة من هون، كذا هي جميلة كانت يعني، وتخلي الواحد مثلا إذا مسك إيد بنت يضل شهر ويحلم بالمسكة هذه يعني. في بنت كنت أنا كتير أحبها يعني لعدة سنوات يعني، كان عينيها سود وساع وشعر أسود مالت، ودائما تكون قاعدة على شباك في بيت، شباك قديم تعرف القوس هذا، بالوقت اللي أنا أمر تطلع تقعد على الشباك. فأنا ما كنتش أعرف إن هي أصلاً منتبهت لي. ومرة رحت بدي أعمل بطل، قال ركبت بسكليت وبيت جاء لنزول قوي هيك، وبعرفش أركب بسكليت يعني، فقمت وأنا ضارب بالحيط وانكسرت إيدي اللي انكسرت أول مرة كان مرة. وأخذوني على المستشفى دم تقريباً جمعة، وجهي هون انضرب وإجري هاي انضربت. في سبيل اني اشوف البنت هذه وافرجيها اني انا جدع وبطل وبسوق. هلا بعد سنين طويلة يعني اتعرفت على مرة من خلال شغلي يعني، فلما عرفت مين انا بتقول لي انت كنت في المدرسة الفلانية، قلت لها قال فلان الفلان كانت صاحبتي وكانت دائما تحكي عنك وتحبك كثير. واول مره بعد سنين طويله هاي بعرف انه كانت اصلا هي منتبهه لي وحتى انا بتحبني يعني. فالقصه كثير جميله كانت يعني، وللاسف يعني ما عرفتش انه بتحبني بالفتره هذيك. طبعاً أنا عملي الفني كله مبني على البداية هذه في الأرض بالطبيعة وبالمعرفتي أنا في زي المرأة وزي الرجل الشعبي، معرفتي بالأدوات اللي بالبيت الشعبي من الخوابي لأطباق قش لكل الأدوات هاي اللي بيستعملوها بالبيت الشعبي، دي ترباتي هيك يعني. أنا بالمستقبل لما صرت فنان وشي فغالبية أعمالي دائما فيها أرض وفيها شجر وفيها بيئة يعني، بالمقارنة مع فنانين اللي عاشوا بالمخيم ما عرفوش الأرض. ببين الفرق بين فنان وآخر، فهي هاي أعطت فني ميزة معينة يعني. Thank you.
هذه المطالعة. بالطبع يعني شو كان كنت أحب أقرأ مغامرات، كان واحد سلسلة كتب لواحد اسمه أرسين لوبين كنت دائما بحب أقرأها، وال هي بتصور يعني قصص أجنبية بس مترجمة للعربية. لجرجي زيدان كان يألف كتب إشي عن غرناطة والأندلس والعرب، هاي كنت كثير أحب أقرأها. بنت عندي برضو حب القراءة، يعني لغاية اليوم أنا بعرفش أنام إلا لما أقرأ، ومش أقرأ بالنت يعني، أقرأ بكتاب أمسكه بإيدي يعني. والقراءة مهمة بالطبع يعني لأي فنان وأي مثقف، يعني حتى لو ما إلها دخل بالفن تبعه بعمله يعني، بس بتوسع الأفاق. بعدي عن العيلة وبعدي عن أمي بسبب إنه أنا كنت بالقسم الداخلي، هاي بتأثر في نفسية الطفل وبالمستقبل كمان، بطل في حميمية عند الإنسان للآخرين إجمالا. يعني أنا صعب عندي مثلا أحكي عواطفي لأي إنسان، حتى لزوجتي مثلا بتصور لأولادي يعني، ودائما بلوموني إنه أنت ولا مرة قلت لنا بتحبنا ولا إشي من هالنوع. بحبهم بالطبع بس أنا ما بقدر أعبر، وبتصور يعني العقدة هاي عندي من هاي الفترة إني أنا انسلخت عن العيلة وانسلخت عن أمي وهاي، بس يعني هيك شخصيتي هذه طفولتي. أنا هلأ بس أرجع بالذكريات يعني بحس إنها كانت سعيدة، يعني كان في عندي حرية أتنقل وأروح وأجي وألعب وهذا، ما كانش حدا يمنعني يعني، بالرغم من المآسي اللي صارت يعني وفاة والدي وأنا طفل صغير وسيدي سيدي أبو أبوي يعني، فهي هذا الإشي الناقص الوحيد كان بحياتي يعني اللي لمت العيلة، والأب بلم يعني والأم كمان، بس الأب بيخلي الأم تلم كمان يعني، أما عشان لما أبوي توفى أمي راحت صارت تشتغل فإحنا فلتنا فيش حدا يلمنا يعني. هاي بتصور يعني الإشي الوحيد اللي أنا بندم عليه يعني، يعني بتمنى لو ما صار، اللي هي عدم وجود الأب، عدم وجود العيلة والإخوة كلنا مع بعض يعني، توزع كل واحد صار في محل وشي هيك. بس اجمالا يعني انا بس اتذكر طفولتي، بس اجي هون مثلا او اروح على السي او الف في البلد هون بتذكر طفولتي بحس انها كانت فعلا سعيده يعني. كنا صغار من يومين وزماننا متعب بحنين، كنا صغار من يومين وزماننا شعار، شو يعني لو